مشاهدينا الكرام، هي لحظات فقط وسندخل واياكم لغمار تفاصيل هذه المواجهه وهذا اللقاء الهام جدا بالنسبه للعناصر الوطنيه التي تبحثنا من اجل الدور بصوره جيده، الطريق الى كوستاريكا، الطريق الى كاس العالم، طموح الذي بيمكنه ان يكون كبيرا وكبيرا جدا للعناصر الوطنيه. البدايه بالتشكيل، تمريره جانبيه، فرصه الهدف رصيه، هدف جميل مع الانطلاقه ديال المباراه، تمريره عرضيه غايه في الروعه من الرقاص اجار، اللاعبه التي تشغل حضورا قويا رفقه فريق اتحاد طنجه، ثم استثمار العمليه الهجوميه اعتقد بالعمراني اميمه، اللاعبه رقم 8 نشوف هنا البلوره ديال الكره كانت من صوفيا بوفتيني، حاوله من جديد محاوله الاختراق، ضربه جزاء اعتقد نشوف هنا القرار، نعم ضربه جزاء من جانب الحكمه مامي كوتر محي، تضع الكرة في المرمى معلنة عن الهدف الثاني، جوج الصفر من جانب المنتخب الوطني المغربي. بداية مشجعة مهمة للعناصر الوطنية. يعطينا الجهة اليمنى، لا تزال خطيرة، جول ثالث للمنتخب الوطني المغربي، اللاعبات تتألقن وبشكل رائع، العمراني أميمة الوحيدة التي انفردت من الجهة اليمنى بتلك الطريقة وبذاك الأسلوب مع إصرار ذهابا وإيابا للاعبات المنتخب الوطني. هدف مباغت، لم يكن أحد يتوقع بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. نعم هنالك جمالية خاصة لهذا الهدف على اعتبار أنه وجه مباغت وجه بهذه الكيفية والطريقة. نتائج مباريات الدورة 11 من البطولة الوطنية الاحترافية إينوي القسم الثاني لكرة القدم، الجمعة 3 جنبر، رجاء بني ملال يفوز على اتحاد الزموري للخميسات 1-0. اتحاد الإسلامي الوجدي ينهزم أمام اتحاد تواركة 1-2. السبت 4 جنبر، إصطاد المغربي تعادل مع أولمبيك الدشيرة 2-2. الكوكب المراكشي انهزم أمام شباب بن جرير 0-3. جمعية سلا انهزم أمام شباب المسيرة 0-1. الأحد 5 جنبر، الاتحاد البيضاوي انهزم أمام نهضة الزمامرة 1-2. المغرب التطواني فاز على وداد فاس 2-0. شباب أطلس خنيفرة انهزم أمام الراسنج الرياضي 1-3.